السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد سعيد عليكم. نبدأ الدرس الشباب اليوم مع حل تمرين على الفصل الثاني الجزء الأول. هنأخذ التمرين دي على جزئين إن شاء الله، تمرين عام على الفصل الأول. شوف أول سؤال عندي، جيب لي بيقول لي في الشكل أمامك ده عايزين نصنف كل زاويتين مع بعض من دول، كل زوج من الزوايا دي نصنفهم، إيه العلاقة بينهم؟ شوف على الرسم، أدي زاوية واحد هنا في الخارج، وهنا زاوية سبعة برضه في الخارج. كذلك الزاوية الخامسة عندي هنا في الداخل، ايه علاقة الزاوية واحد والزاوية خمسة؟ في جهة واحد من القاطع، واحدة في الخارج واحدة في الداخل، يبقى الزاويتين دول يا شباب هسميهم لك بالقلم دلوقتي زاويتين ايه؟ متناظرتين، وهكتبها لك دلوقتي بالقلم، يبقى الزاويتين دول بتوعي زاويتين ايه؟ متناظرتين. طيب، ايه علاقة الزاوية أربعة بزاوية ستة؟ نشوف الزاوية أربعة وزاوية ستة، في الداخل ودي على يمين القاطع وشمال أو فوق وتحت، وداخل المستقيمين دول بدول زاويتين متبادلتين داخليا او من الداخل، يبقى خد بالك وانت بتحل وهديك الكلام ده بالقلم دلوقتي امامك، يبقى دول متناظرتين اهو بكتب لك بالقلم للوقت بس متناظرتين. واضح يا شباب؟ طيب دول ايه؟ متبادلتين عشان تبقى عارف، متبادلتين ايه؟ داخليا عشان الوقت بس، متبادلتين داخليا او من الداخل. واضح يا شباب؟ عشان تبقى بتحل ازاي المسائل. نشوف السؤال اللي بعده. جيب لك في الشكل الأبناء برضو الزاوية 1 123، قياسها 123. أدور على الزاوية 1 يا شباب، الزاوية دي المعلومة 123. طيب عايزين نحسب منها قياس زاوية 5. أشوف على هذا المستقيم. ركز بقى معايا. المستقيم ده يوازي المستقيم ده. صح يا شباب؟ المستقيم هذا يوازي المستقيم هذا. وده قاطع، ركز بقى معايا. وده قاطع. هل هم على قاطع واحد زاوية خمسة؟ ركز معايا، ممكن نستفاد بأي طريق، ممكن نحل واحد مع 16 تناظر، ممكن نحل واحد مع سبعة، إيه شباب إيه؟ متخطين بالرأس، يبقى الزاوية دي يا شباب عبارة عن كام؟ 123. طب إيه علاقة زاوية سبعة بزاوية خمسة؟ زاويتين متناظرتين دول مستقيمين متوازيين، ممكن أحل واحد مع 16، ممكن أحل واحد مع تسعة، ممكن أحل واحد يا شباب مع ثلاثة متناظرتين بنفس القياس، يبقى زاوية 5 نفس القياس نفس الرقم 123 بأي طريقة اللي يعجبك تحل. طيب الزاوية 14 بقى، فين الزاوية 14؟ ركز بقى معايا، إيه علاقة الزاوية يا شباب 5 بزاوية 13 متناظرتين برضه 123، أو إيه علاقة 5 ب 11؟ متبادلتين، برافو، متبادلتين ب 123، يبقى الزاوية دي 123. طيب دول زاويتين متجاورتين متكاملتين يعني 180، نقص 123 من 180 يديك زاوية 14. اطرح، يبقى هي كام يا شباب؟ سبعة، برافو، واثنين هنا خدنا واحد من سلفنا، واثنين من سبعة خمسة، يبقى 57 درجة. واضح يا شباب؟ طيب الزاوية 16، فين الزاوية 16 بقى؟ اشوف على الرسم، ادي زاوية 16، قلت لك ملاحظات، ممكن استفاد من زاوية واحد او استفاد من زاوية أربعة على طول، المستقيمين دول متوازيين وده قاطع عليهم، يبقى 14 و16 يا شباب زاويتين متناظرتين مع القاطع هذا يبقى نفس القياس 57 درجة. واضح يا شباب؟ ادي الحل للسؤال هذا. طيب نشوف سؤال اخر عشان الوقت. طيب قول هل يمكن اثبات ان المستقيمين دول متوازيين باستخدام الزاوية 7 والزاوية 10؟ شوف الزاوية 7 و10. الزاوية 7 والزاوية 10. هلاحظ زاويتين ايه؟ على قاطع واحد اللي هو زد، ده القاطع بتاعهم يا شباب، ودول داخليتين من هذا المستقيمين، دول متحالفتين، يبقى دول متحالفتان متكاملتان، يبقى فعلا المستقيمين متوازيين، فعلا دول متحالفتين، يبقى مستقيم مين؟ اكس، مستقيم اكس يا شباب يوازي المستقيم دبليو، ودي مسائل سهله جدا وخدناها قبل كده 100 مره. شوف سؤال اخر في الشارع، بيقول لي في الشكل اللي عايزين نحسب قيمه اكس، ركز معايا، الشارع هذا عليه سهم، يبقى دول متوازيين وده قاطع، ايه علاقة الزاويتين دول يا شباب؟ زاويتين داخليتين وجهة واحد قاطع متحالفتين، مجموعهم كام؟ 180 درجة. اطرح 65 180 دي كام يا شباب؟ 5 معاك حاسبة، و6 من 7 واحد 100 وكام؟ 15 درجة. سؤال سهل جدا ما يضعش منك في أي اختبار من الاختبارات. وهنحل على مصر أسئلة كتير جدا. بشكل نفس الكلام يا شباب. عند المستقيمين دول ال وال متوازيين وده قاطع بينهما، الزاوية دي في داخل المستقيمين ودي خارج وفي جهة واحدة متناظرتين.
يبقى الزاويه دي بتساوي دي، يبقى انا عندي 2 اكس زائد 23 هيساوي 7 اكس ناقص 2. احلى بقى اي طريقه، لو قلت 7 اكس ناقص 2 متناظرتين يساوي 2 اكس زائد كام يا شباب؟ 2 اكس زائد كام؟ زائد 23. برافو، بنقل المعادله الاولى زائد المعادله الثانيه زائد 23. طيب احنا قلنا 2 اكس اطرحها من 7 اكس الصغير احترم الكبير يبقى 5 اكس. طيب وسالب 2 تروح الجهه الثانيه مع 23 يبقى 25. طلع الاكس منها بكام يا شباب؟ اكس 25 على 5 يبقى الاكس بتساوي كام؟ 5. وحلها بسيط ونحلها بالتفصيل على المنصه ان شاء الله. واضح يا شباب؟ ده سؤال بسيط جدا وسهل جدا. شوف تمرين اخر. نفس الكلام. عد المستقيم بي يوازي كيو، المستقيمين دول متوازيين. طب ايه علاقه الزاويتين دول يا شباب؟ في جهه واحده من القاعده حاله وداخلتين يبقى ايه؟ متحالفتين. ايه؟ متحالفتان. برافو. يعني ايه قلناها من شويه؟ متكاملتين. مجموعهم كام؟ 180. طيب نجمع بسرعه، نجمع 5 اكس و12 اكس يبقى 17 اكس. حلها بسرعه يا شباب ونصل نعملها بالتفصيل. يساوي 180 بطرحها ناقص الرقمين دول، اجمعهم دول على بعض 27، صح يا شباب؟ وانقلهم الجهه الثانيه هطرحها 180. يبقى 7 من 10 3 استلفنا 1 طبعا زي كل مره، و2 من 17 15. 103 بكام؟ 50. هقسم 153 على كام؟ على 17. فيها كام يا شباب؟ فيها 9. برافو. يبقى اكس بتساوي 9. معاك حاسب وطلع القسم. بحيث لو ضربت 7 في 9 63 تبقى مع 6 و9 في 1 9 و6 15 يبقى قيمه الاكس يا شباب بتساوي 9 امامك. ده سؤال بسيط جدا، همسح لك الشاشه عشان تبقى واضحه امامك. وبنجيلها على المنصه ان شاء الله. نشوف سؤال اخر. طيب بيقول باين هاي المستقبلين دول متوازيين ومتعامدين، قلت بجيب ازاي يا شباب؟ هتلاقيك هنا فوق اهو. هتجيب ام الاولانيه يعني مين المستقيمين الاولاني؟ مين المستقيمين الاولاني بسرعه؟ مين اي بي؟ يلا بسرعه. تقول ده ناقص ده او ده انا اللي اجيبك. 3 ناقص 0 اجيبك، 3 ناقص 0 3. مين المستقيم الثاني؟ 5 ناقص 8 يبقى سالب 3. الاجابه مين الخط الاولاني؟ سالب 1. طب تعالى نجيب مين الخط الثاني؟ اكس واي. مين الثاني؟ يبقى ده مين المستقيم الثاني ودي مين المستقيم الاولاني؟ يساوي نفس الكلام، اطرح فرق الواي ناقص اكس، فرق الواي على فرق الاكس. فرق الواي يبدا هنا المره دي يبقى 10 ناقص 2 مفيش مشكله، يبقى 10 ناقص 2 كام؟ 8. فرق الاكس 1 ناقص ناقص 7 يبقى موجب كام يا شباب؟ موجب كام يا شباب؟ ركز معايا، هقول تاني 10 ناقص 2 8، 1 ناقص ناقص 7 يبقى 8، 8 على 8 يبقى كام؟ 1. المستقيمين دول لهم هذا الميل ده يا شباب سالب 1 وده 1، هضربهم في بعض يديك سالب 1 يبقى دول ايه؟ المستقيمين دول ايه؟ متعامدين. حصل ضربهما بسالب ايه؟ بسالب 1. نتاكد برضه تاني، 0 ناقص 3 سالب 3 و8 ناقص 5 3 يبقى سالب 1. فعلا اضرب دول في بعض يديك سالب 1 يبقى الاجابه متعامدين. حصل ضرب ميل الاولاني في ميل الثاني يبقى متعامدين يا شباب. نشوف اسئله اخرى امامك. بيقول عايزين مستقيم يمر بنقطه دي ويوازي اي بي، دي نقطة اكس 1 واي 1، لازم اجيب ميل ده يا شباب يوازيه. اجيب ميل هذا عشان استفاد منه، الميل حقه يساوي عملناها من شويه، فرق الواي على فرق الاكس 2 ناقص 5 سالب 3 على فرق الاكس 9 ناقص 2 يبقى كام يا شباب؟ 9 ناقص 2 يبقى كام؟ 7. يبقى الميل ده يساوي 3 على 7. ميل هذا هو نفس ميل هذا، ليه يا شباب؟ عشان كلمه يوازي. يبقى حل بال نقطة وميل يبقى واي ناقص واي واحد النقطة اللي كام؟ 4. برافو. يساوي الميل سالب 3 على 7 ضرب اكس ناقص اكس 1. اكس 1 الرقم سالب في سالب بموجب 3. ادي ميل النقطة يا شباب، السؤال أمامك أهو. ده السؤال الأولاني رقم 30. نفس الكلام ده هديك الفكرة بتاعته ونحلها على المنصة إن شاء الله. ادي نقطة عندك برضه أهي. هات ميل هذا برضه استخدم كلمة يعامد بس. نجيب ميل الثاني يساوي فرق الواي سالب 1 ناقص 6 يبقى سالب 6
يبقى اصبح سالب في سالب موجب يبقى 5. يا شباب عملتها بسرعه عشان الوقت بس، وحلها على النص. طيب عندك 6 ناقص 4 كام يا شباب؟ 6 ناقص 4 2، يبقى مين هذا؟ 5 على 2. طب مين العمود بقى عليه؟ برافو، هديك الفكره وتكمل بقى. مين العمود يا شباب؟ مين العمود عباره عن ايه؟ يبقى سالب 2 على 5. بس ادي الفكره، وتطبق نفس القانون ده. واي ناقص واي 1 بقى نقطه، النقطه كام؟ 3 يساوي الميل الجبال عمودي سالب 2 على 5 بعد ما غيرنا الاشاره وغيرنا العدد. ضرب، يلا يا شباب النقطه حقه الاكس، يبقى اكس ناقص اكس ناقص ناقص كام يا شباب؟ ناقص 1، يبقى اكس ناقص الرقم حق اكس 1 اللي هو الرقم اللي هو 1. ادي المعادله، عايز تنجل بقى تعملها بالميل المقطع اللي هيجيبك او سيبها ميل نقطه كده عادي جدا يا شباب. شوف السؤال الاخير، البعد يا شباب، قلنا البعد عباره عن ايه؟ تكون حافظ القانون. المستقيم ده يمر بالبوتين ده، لازم اجيب معادله المستقيم ده، اجيب ميله. نفس الكلام معادله يساوي الميل سالب 5 ناقص 2 يبقى سالب 7 على 3 ناقص ناقص 4 يبقى زائد 4 يبقى اصبح 7، يبقى اكس يديك سالب 1. طيب سالب 1 طلع معاك الميل. طيب اجيب ايه؟ معادله المستقيم بالميل والمقطع بتاعه، يبقى يقول يساوي اقول واي، المعادله بتاعت واي ناقص واي 1 إيه؟ النقطه بتاعتك يا شباب، النقطه بتاعتك اهي. طيب عندي المستقيم ده الاولاني، خلي النقطه دي الوقت هنضربها بعد كده نستخدمها في القانون. اختار اي نقطه، واي ناقص سالب 5 او ناقص 2 لا جبت ماشي، ناقص 2 يساوي الميل سالب 1 ضرب اكس ناقص النقطه الثانيه، خدنا الاثنين دي اخد النقطه دي حقت الايه؟ الاكس، يبقى سالب في سالب ايه؟ موجب 4. ادي المعادله يا شباب. قلنا المعادله دي عشان اجيب بعد نقطه لازم تكون واي واي واكس جنب بعض، افك ده يبقى واي حل معاك على طول. واي عندك هنا سالب 1 في اكس سالب اكس، لما نجيبها يبقى موجب اكس. انا بحلها على طول عشان الوقت، وحلها على منصب التفصيل. سالب 1 في 4 سالب 4، سالب 4 هو ده عندي سالب 2 هنا، يبقى كام يا شباب؟ سالب 6. اصبحت المعادله بهذا الشكل. قلنا البعد عباره عن ايه؟ البعد يساوي القانون بتاعك الدي اللي هي بتاعتك بيساوي، ركز معايا، كسر الجذر التربيع على مربع كل معامل الاكس والواي، هنا واحد وهنا واحد، يبقى واحد زائد واحد. واضح يا شباب؟ مربع معامل اللي هو ايه؟ الايه والبي اللي هنا، ايه جنب الاكس والبي جنب الواي. اضرب بقى ايه؟ خلي بالك، بضرب إيه؟ النقطة دي، النقطة دي هحطها مكان اكس، دي اكس واحد، حطها مكان اكس هنا، طب هنا واحد، واحد في واحد، قيمة مطلقة طبعا واحد، زائد النقطة حقت الواي 2، برضه هنا واحد، 2 في واحد ب2. زائد السي زي ما يبقى شويه سالب 6. 3 ناقص 6 كام يا شباب؟ هيديك القيمة المطلقة، اطلعها موجب، اوعى تطلعها سالب، لازم القيمة المطلقة موجبة. هنا 3 ناقص 6 سالب 3، القيمة المطلقة بتاعتها 3، 3 على جذر 2 ومعاك حاسبة، وطلع إجابتك ومعاك الحاسبة ونشوف على المنصة، وأدي الإمام مكون. طيب نشوف سؤال آخر بهذا الشكل، نمسح الشاشة. بيقول لي بعد النقطة دي نفس ما عملناها شوية أهو يا شباب. خلي بالك، ادي النقطة اهي وادي المعادلة اهي، اعدل بس فيها بس، اقول واي ناقص لازم يكون بهذا الشكل، او اجيب هنا اكس عادي سالب 1 على اكس، سالب 1 على 6 اكس سوري، زائد واي، بعدل بس في المسألة ايه؟ ناقص 6، نقلت 6 النقطة بتاعتك. طبق القانون دلوقتي، اجيب البعد، يبقى البعد دي بتساوي نفس ما عملناه دلوقتي القيمة المطلقة حاصل ضرب النقطة يا شباب، أحطها من إكس يبقى سالب 6، سالب 6 أمامك، سالب 6 يا شباب، سالب 6 أمامك أهي، هضربها في أدي سالب 6، هضربها في الرقم ده، سالب في سالب بموجب، 6 راحت مع 6 يبقى 1، أدي حل الإكس 1.
الواي هنا واحد وهنا خمسة، يبقى زائد كام يا شباب؟ خمسة. برافو. الواي في الواي، يبقى الرقم الخمسة في الواحد هنا ناقص ستة ده. طبعا لما اطرحهم من بعض هيديك يساوي صفر. فعلا البعد ان هذه نقطة تحقق المستقيم، يبقى البعد بيساوي صفر. هتحل نفس الكلام يا شباب. عندك الاكس، الواي اللي غايبة. طيب بيقول لي اكس بتساوي 4، خلي بالك ممكن احلها دي بالقانون، مفيش مشكلة احلها انت بالقانون. انا هديك حل سهل دلوقتي بالرسم، ركز معايا يا شباب. لو انا رسمت هذا المستقيم اكس بتساوي كام يا شباب؟ 6. يعني هنا في عندي 6، ركز معايا صح؟ ادي 6 يا شباب. طب النقطة دي سالب 2 و5، سالب 2 واطلع 5. واضح يا شباب؟ ركز معايا. سالب 2 و5 اهو. هذا الخط لو مشيت من 5 كده عمود يا شباب. رسمت عمود، عد كام وحدة؟ وطلع عليه هيديك 6 وحدات. طلعها بالرسم أبو القانون، اللي يعجبك طبق نفس القانون ده، بس عندك الواي بصفر، ما تضربش في الرقم بتاعي واطلع الإجابة، وهنحلها على المنصة بالتفصيل إن شاء الله عشان ضيق الوقت يا شباب. نشوف سؤال آخر. بعد النقطة بقى يا شباب، قلنا بعد النقطة دي خلي بالك، لما أقول لك على محور إكس خد قيمة واي، بس خد القيمة المطلقة ليها، لازم تكون موجب، أطلعها موجب. المسافات دي الموجب. يبقى فعلا بعدها عن محور إكس يساوي 8. طيب، وبعدها عن محور واي آخد قيمة الإكس. قيمة الإكس في كام بقى يا شباب؟ قيمة الإكس أهي الرقم ده. وبحاول امامك السؤال اهو. نشوف سؤال اخر. طيب خدناه قبل كده يا شباب. عملت لك بالرسم البعد بينهم. نكتفي اليوم النهارده، نرجع للسؤال ده يا شباب. السؤال هذا نرجع ليه تاني. السؤال هذا يا شباب بيقول لي بعد النقطه دي عن محور اكس بالرسم اهو. قدامي اكثر من طريقه، عد المربعات دي فقط. ادي مربع 2 3 4، يبقى البعد 4 وحدات. طب نسيت المستقيم هذا يا شباب، ركز معايا. المستقيم اكس هذا يعني معناه ايه؟ واي عليه بتساوي صفر. واي بتساوي صفر. يعني معناها واي ناقص صفر يساوي صفر. يبقى كل السي بصفر والمعامل اكس واي الايه بصفر، باقي معامل واي. طب النقطة دي كام وكام يا شباب؟ ده طريقة أخرى للحل. النقطة دي عبارة عن كام؟ المربع 2 3 4، قلنا الاكس بصفر فعلا والواي بأربعة. عشان تبقى عارف الطريقة ازاي. أطبق القانون عادي، دي بتساوي القيمة المطلقة على مربع الـ A والـ B. هنا الـ B معاملها واحد. طيب الـ X غايب يبقى بصفر، مربع واحد زائد صفر، يعني مربع الواحد بواحد. القيمة المطلقة حاجة الـ X في الـ X، الـ X غايبة اللي يعني غايبة بصفر، زائد الـ B 4، 4 معامل الـ Y اللي هو الـ B 1، 4 1 4، زائد الـ C، الـ C بصفر. يساوي دي طريقة تانية للحل. 4 فوق على جذر 1 1، يبقى فعلا البعد بيساوي 4. حليتها بالرسم حتى بالقانون يعجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.